اهلا بيكم، معاكم عمار عادل. كنت خدت لنا كده كام قفه في الفيديو اللي فات، بس عرفنا مع بعض ايه هي السكيلز بتاعت الانجليش وازاي اطور من اللغه بتاعتي وابدا من الصفر كخطه اتعلم بيها الانجليش، وتحديدا اتكلمنا على الليسننج سكيلز وازاي اعلي الليسننج سكيلز بتاعتي. النهارده بقى هنتكلم على الريدنج سكيلز والرايتنج سكيلز. اولا لازم نعرف ان الريدنج والرايتنج مهمين جدا 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 ولا يقل اهميه عن الليسننج والسبيكنج، وده بسبب حاجات كتيره جدا. منها لو انت عايز تقدم في شغل فمحتاج تكتب سي في، او لو انت مثلا رحت شركه جديده فمدينك ابلكيشن فمحتاج تقراه عشان تعرف تملاه، منها لو انت مقدم على جامعه، لو انت مسافر، لو انت بتملى ابلكيشن في اي حته، فانت محتاج الريدنج سكيلز ومحتاج الرايتنج سكيلز. اوكي، طيب ازاي اطور الريدنج والرايتنج؟ لازم اعرف ان هما الاثنين مربوطين ببعض، فلو عندي مشكله في الرايتنج فلازم اقرا كتير الاول. طيب هقرا ايه وازاي وامتى؟ اولا احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات احنا هنثبت عندنا ساعه للانجليش، واتفقنا احنا هناخد منها ربع ساعه للليسننج. المره دي بقى هناخد ربع ساعه للريدنج وربع ساعه للرايتنج. هنعمل ايه بالنسبه للرايتنج؟ فاحنا هنبدا بحاجات بسيطه، ما ينفعش ابدا بحاجه صعبه. طيب حاجه بسيطه زي ايه؟ في مثلا ممكن انزل سوق الاسبكيه او انزل اي مكان واشتري قصص كوميكس مصوره، قصص بسيطه جدا بالصور، ما اشتريش نوفل روايه، لا هبدا اشتري كوميكس بسيطه وهبدا اقراها. اوكي، كل يوم هطلع منها الكلمات وهترجمها على القاموس اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. اوكي، طبعا لازم يكون معاك قاموس زي ما قلنا، يكون بيترجم الكلمات وبيديك النطق. اوكي جميل. طب لو انا مش هنزل وما عنديش وقت ان انا اعمل حاجه زي كده او اشتري قصه، فانا ممكن احمل البرنامج ده، هحط لكم لينك في الرابط في الكومنتس. البرنامج ده مست ان هو بيبدا معاك بقصه بسيطه جدا 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 وبيديك النطق بتاعها، فانت بتسمع وبتقرا في نفس الوقت. كل يوم خد لك قصه وابدا اقراها واسمعها وطلع منها الكلمات الجديده. اوكي، طب لو انا مستواي اعلى شويه حابب ان انا اشوف قصص اصعب، هم دول حوالي 100 قصه، فانا ممكن اروح لبرنامج تاني وهو البرنامج ده عباره عن كتاب اصلا، هو اتعمل برنامج اسمه 4000 essential words. ده فيه منه 6 بوكس او 6 مستويات تقدر تشتغل من المستوى الاول خالص. ميزه الكتاب ده ان هو بيديك الاول الكلمات بالنطق بتاعها بالمعاني، بعد كده بيديك اكسرسايز على الكلمات، بعد كده بيديك قصه، وبعد كده بيديك اسئله على القصه. اوكي، فممكن اشتغل منه. برضه ممكن كريدنج لو انا بحب اقرا مقالات او حاجات مختلفه، فانا ممكن اشتغل من الموقع ده. الموقع ده مست ان هو بيديك مستويات للقراءه للريدنج باسجز، تقدر تشتغل من المستوى المناسب ليك طبعا بعد ما تكون حددت مستواك زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. اوكي، طيب ايه كمان؟ انا ممكن في موقع، الموقع ده بيعمل سمبليفاينج او بيبسط المقالات المنتشره على الانترنت وبيديها لك بطريقه مبسطه، فانت ممكن تستخدمه برضو لو انت في الاول. اوكي، هنتفق على حاجه، هتزود حصيله الكلمات بتاعتك هتعرف تقرا احسن، فالكلمات مربوطه بالريدنج وكمان بالرايتنج. اوكي، بس ان شاء الله هنعمل فيديو مخصوص للكلمات وازاي اقوي الكلمات بتاعتي واطورها وازاي ما انساش الكلمات. اوكي، نخش بقى على الرايتنج سكيلز. اولا لازم تكتب، لازم، ما ينفعش تقول لي انا عايز اقوي الرايتنج وانت ما بتكتبش في اليوم كلمتين على بعض. اوكي، طب اكتب ايه؟ اولا اقلب حياتك انجليش، يعني زي مثلا الموبايل خليه انجليزي، التشات بينك وبين اصحابك اكتبوا انجليش. ودلوقتي الموبايلات كمان فيها اوبشن ان هي بتصلح لك، ولو في مستيك ممكن تصلحه لك. في موقع اسمه grammarly.com، الموقع ده مست ان هو بيصلح لك المستيكس بتاع تركيب الجمله والاخطاء في الكتابه، بيصلحها لك وبيقول لك ايه الصح وليه، بيديك كمان القاعده بتاعتها، فانت ممكن تحمله سواء على الموبايل او على الكمبيوتر وتبدا ان انت تستخدمه عشان تصلح الرايتنج بتاعتك. اوكي، في مواقع تقدر انت تعمل عليها لانجويج اكسشينج او تبادل لغات، وتكلم اجانب تكتب لهم ويصلحوا لك وانت تصلح لهم، زي الموقع ده اسمه هيلو توك، هو ابلكيشن بينزل على الموبايل تقدر تكلم عليه اجانب، انت تعلمهم عربي وهو يعلمك انجليزي. اوكي، في مواقع كتيره برضو تقدر انت تكتب او تتعلم عليها الرايتنج سكيلز، هحط لكم برضو كذا موقع زي كده في اللينكس تقدروا تتعلموا عليهم السكيلز بتاعت الرايتنج وازاي تشتغل على الرايتنج. اوكي، ان شاء الله هعمل سلسله هتكون للرايتنج سكيلز، هنتعلم فيها هاو تو رايت سي في، هاو تو رايت ايميل، هاو تو رايت وذ ان اكاديميك لانجويج. اوكي، ان شاء الله تابعوني، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويعني عايزين بقى الفيديو ده يوصل ناس كتير، فريت شير كتير كده، شير شير شير، ونعمل لايك للبيج وسبسكرايب لليوتيوب شانل. هتلاقي كل اللينك في كل اللينكات في الكومنتس، او يعني اكتب مهتم وانا هبعت لك اللينك بتاع، او اكتب مهتم وعايز لينكات ايه بالظبط وهبعتها لك في رساله. ثانك يو، باي.